وبركاته صديقاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه كويزين وفاء، ومرحبا بي عندكم مجددا. عواشركم مبروكه بهذه المناسبه نتاع الناير. حنا هنا في وجده معروفين بالناير، دائما كنستناو هذا النهار باش كنديروا فيه هذا الطبق اللي غادي نقدمه لكم، واللي الاسم ديالو الشرشم. جميع الوجداء كيديروه وكنتعشاو به او نتغداو به، وكنقدموا من موراه داكشي نتاع الكركاع واللوز البلوط وما جا وراه داكشي. الان غادي نخليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجو في الطبق. نحتاجو هنا الشرشم ديال القمح، كاين ديال الزرع وكاين ديال القمح، انا غادي نستعمل هنا نتاع القمح. عندي مطيشة والربع قصبر ومعدنوس والكرافس مطحونين كما درت لهم في طريقة بركوكش وفي طريقة الحريرة. عندي هنا بصلة مطحونة، عندي لحم البقري، وفي التوابل غادي نحتاجو الملح، سكنجبير، حبة كحلة، تحميرة، زعفران، راس الحانوت وشوية كروية. الآن غادي نجيبو طنجرة أو الكوكوطة، غادي ندير الأول البصلة، نزيدو عليها الربع المطيشة، ندير اللحم، وغادي ندير التوابل اللي راني حضرتهم هنا على حساب الطنجرة. يعني التوابل نتوما عندكم ميزانكم على حساب الطنجرة، واش غادي تكثروا ولا ما تكثروش. يعني انا درت على حساب القوام اللي غادي على حساب الكميه نتاع الشرشم ونتاع الربا اللي غادي نستعمله. غادي نديرو الزيت على حساب، انا درت هنا على حساب 10 نتاع المعالق، وغادي ندير شويه نتاع الماء طاير. غادي ندير الكوكوطه تقلى، يتقلى لي هذا اللحم وهذا القوام فوق النار. من بعد غادي نزيد لها الماء ونبلع عليها حتى تطيب، نقدرها ونبلع عليها حتى تطيب. من بعد عاد غادي نديرو الشرشم. اللحم راه طاب، يمكن لكم ديروا الحمص، الحمص والعدس. بالنسبه لي انا الحمص ما كانش عندي مرطب، لهذا ما درتوش، والعدس ما كنبغيش نديره حيت هو في الساع كيطيب وكيتهربز وكيدوب، ما كيبقاش يبان مع داك الربا نهائيا. كما كتشوفوا الشرشم، قلت لكم انا استعملت الشرشم تاع القمح. ناس بكري في القديم كانوا كيطيبوا شويه نتاع الماء، يسخنوه ويديروه عليه يرطب شويه، من بعد ينشفوه وينخلوه شويه بالمهراز، ومن بعد ينسفوه يقلعوا له ديك النخاله ديالو عاد يطيبوه. هادو ناس بكري. طبعا حنا الرحى كلشي راه كديره، كنمشيو نشريوه واجد، وبطبيعه الحال انا بغيت الساهل شريته واجد. غادي نغسلو وغادي نديره في الكوكوط. هاني غسلتو، غادي نوضعو في الكوكوط. وتا هو غادي نديره على طريقه بركوكش كما طيبت كما طيبت بالكوكش من قبل. غادي نديره فوق النار ونستمر بالتحريك مره مره حتى يشد لي شويه مع النار، وغادي نبلع الكوكوطي صفر صفيره وحده ونولي نحل عليه ونستمر في التحريك حتى يوجد على خاطرو. ها نتوما تتابعوا معايا الخطوات في الفيديو. ها هو واجد، كيجي فيه دم رائع وكيجي زوين ويجي بزاف، ما كيجيش راوي بزاف، كيجي كما كتشوفوا شارب الربا ديالو، فعلا كيجي هائل وزوين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم الزوينه بحالكم في التعليقات.
ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس الى اول مره كتشوفوا الفيديو. واذا كنتوا دائما من المتتابعين ديالي ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو مع لي زامي ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده وشيوه جديده اللي كنديرهم في المناسبات هنايا في وجده. الى اللقاء، دمتم بخير.